استمرارش أود أن أهني كل الحاضرين من كل قلبي على هذه اللقاء المثمر الذي أثبت مرة أخرى أن مصر لها علاقة خاصة تتعامل بشكل خاص مع مجموعة البريكس، وكيف يمكن أن ننشئ عالمنا المشترك حتى يكون هناك عالم مستقر، حتى تتطور اقتصاداتنا بشكل ديناميكي، والقضاء على كافة الصراعات حتى تكون عايشة في حياة آمنة. ونحن نشيد ونثمن عاليا هذه العلاقة وهذا التعامل من قبل مصر، وروسيا ستقوم بدعم تعاونها سواء من خلال البريكس أو على المستوى الثنائي بين مصر